إن العالم في الوقت الراهن يعيش في واد سحيق من القلق والفوضى، وذلك من أجل كورونا أو الكوفيد-19 أو الفيروس الصيني حسب تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو الموت والخوف القادم من الشر. وهو ذلك الوباء الخطير ذو المسميات العديدة والغاز الكبير صاحب الخطة الحربية الذكية الذي بدأ احتلاله الألمانية بكبار الدول قبل صغارها، فسقطت أمام هجومه العواصم والمدائن في كل مكان. وقد أعلن حربه الضروسة على العالم في أوائل شهر ديسمبر عام 2019 ابتداء بالصين وفي قلب مدينة ووهان بالتحديد، حيث تم تسجيل أول إصابة به في تلك المدينة. وبعد فترة من اكتشافه انطلقت قافلته كالبرق الخاطف متجهة إلى بقية القارات والدول، ولم يمضي سوى مدة قصيرة حتى أصبح أمره قضية دولية تسير بها الركبان وتسهر من جرائها الأجفان، ووطأت قدماه معظم دول العالم واحدة تلو الأخرى، مهزمة كل المعسكرات الطبية المعدة من قبل الحكومات والمنظمات لإيقاف زحفه. نظرا إلى ذلك التصاعد الحاصل في أمره، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا في 30 من شهر يناير عام 2019 أن تفشي الفيروس كورونا يشكل حالة الطوارئ الصحية عامة، ويعد 12 من شهر مارس تاريخا مشؤوما ويوما فظيعا لن تنساه الأجيال الغنية، وذلك لأنه كان بداية كريهة ووصولا غير مرحب لجائحة كورونا إلى أرض جمهورية غينيا، حيث عقد وزير الصحة مؤتمرا صحفيا في ذلك اليوم معلنا تسجيل أول إصابة في المطار الدولي بيسيا من خلال مواطن غيني قادم من جمهورية بلجيكا. وفي غضون وقت وجيز أصبح الفيروس يتفشى بشكل سريع ومرع في الدولة، فاكتشفت حالات أخرى كثيرة مما جعلت الحكومة الغينية تلجأ إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية في كل أنحاء الدولة وفرض إجراء الفحوصات الطبية على كل المسافرين القادمين من الدول الموبوءة وإخضائهم للعزل الصحي خلال 14 يوما. ونظرا إلى عدم الانخفاض في حالات الإصابة، ضاعفت الحكومة الغينية جهودها في مكافحة الوباء، فسارعت إلى اتخاذ وتطبيق التدابير والتعليمات الصحية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية. فتم إغلاق الحدود الجوية في 23 من شهر مارس، وحظر اجتماع أكثر من 20 شخصا في مكان واحد داخل العاصمة كوناكري، مع منع التجوال وقطع المواصلات بين العاصمة وبقية البلدان الغينية، وإصدار الأمر بارتداء أقنعة الوجه الطبية الكمامات مع ملازمة النظافة وتغطية الفم عند السعال وفرض الحجر الصحي في كل أرجاء الدولة، بالإضافة إلى إغلاق المساجد وكافة المؤسسات التعليمية وغيرها من التعليمات الواقية من عدوى الفيروس، استنادا إلى اقتراحات وتعليمات المتخصصين في مكافحة الفيروسات المعدية. ومن الجدير بالتنويه والإشادة هو أن الأطباء التقليديين قد أبلوا في مواجهة كورونا ومكافحته بلاء حسنا على صعيد جمهورية غينيا، إذ لم يجلسوا مكتوفي الأيدي متكلين على عصي القضاء والقدر أو منتظرين تلقي مساعدات دولية مستوردة، بل ساهموا مساهمة كبيرة وبذلوا مجهودات هائلة في البحث العلمي والتنقيب المستمر، حتى تمكنوا في آخر المطاف من اختراع لقاح فعال ضد الفيروس كورونا. وبعد تجربة اللقاح من قبل الخبراء والمتخصصين في المجال وإثبات فعاليته بدرجة عالية، تم اعتماده من قبل وزارة الصحة الغينية والإعلان عنه عبر الوسائل الإعلامية الرسمية في الدولة، مما أدى إلى ارتفاع عدد المتعافين. وتفيد بعض المصادر الموثوقة بأن هناك إجراءات رسمية لإرسال عينات من ذلك اللقاح الغيني الاختراع إلى منظمة الصحة العالمية، عسى أن يتم الاعتراف به على مستوى العالم. وتشير الأخبار الرسمية المستجدة في جمهورية غينيا إلى أن عدد المصابين إجمالا يتمثل في 4165 مصابا، بينما بلغ عدد الوفيات إلى 23 متوفا، في حين ارتقت حالات الشفاء إلى 2877 متعافيا، مما يعني أن عدد المتعافين في الوقت الحالي أصبح أكثر مما تبقى من حالات الإصابة.
ورغم أن التعافي الصحي حاصل ومتزايد، إلا أن النشاطات الحياتية لم تزل راكدة وجامدة في الدولة، فلم تبرح المدارس بكل مراحلها مقفولة، ولم تنثني المساجد مغلقة الأبواب تحن إلى منابرها قلوب العباد ليلا ونهارا. فمتى ستعود المياه إلى مجاريها وتؤول الأمور إلى نصابها وتصبح آثار هذا الوباء راحلة زائلة كأن لم تغنى بالأمس؟ تساؤلات تتطلع إلى أجوبتها النفوس في جميع أقطار المعمورة، لكن الأيام هي الكفيلة الوحيدة بالإجابة عنها.